المجتمع المدني وشوف المعاناة ديال الناس عطيتيهم. اعضاء جمعية الانطلاقة، والبداية غادي نبدا لك بكيفية ديال التقسيم على سميتو. حنا هنا كنديرو السوق، فهنايا كي شفتي كيجيو الناس ديال الخير. الخير اللي جابوه لينا راه كنستوكيو هنايا، كنحطو سلعتنا هنايا، ومفرقين على 8 ديال الاعضاء، ودرنا ديال سميتو كل دوار كنديرو ليه الخيمة ديالو. كديروا عضو ولا يعني الدراري ديالكم؟ هو تيتكلم، حيت هكا احسن لينا واحسن حتى لاهل الخير، حيت كيجي شي واحد محسن كيجيب سميتو المواد ديالو، كيتلموا عليه الناس وتيدابزوا. كيكون حتى التنظيم بحال هكا كنشوفوا، كاين التنظيم كاين. وبالنسبه لحنايا قررنا نديروا كجمعيه ديال الانطلاقه، قررنا اننا نديروا هذه المسا هذه، والحمد لله راه نجحت. وواخا هكا كاينين شي ضغوطات من شي ناس، راه كتعرف الناس راه كي دايرين، ولكن اللهم لك الحمد حنا صابرين، حنا كاعضاء صابرين. يعني باش دير الخير خصك تكون صبار، يعني ضروري. حنا خصنا نتعاونوا مع الناس ديال اهل الخير. وبالنسبه للقضيه اخرى، هذه البلاصه فين كاينين حنايا، بلاصه هي بحال قلتي بؤره ديال الزلزال اللي وقع في مولاي ابراهيم. يعني هنا الناس ترفسوا بزاف، والضحايا كي قلتي عرفناهم حنايا، حيتاش جيراننا كاين اللي خرج، كاين اللي باقي يحط الانقاذ، وعرفناهم راه باقي يحط الانقاذ. قلبنا عليهم، خرجناهم الحمد لله، خرجنا اللي خرجنا، اللي باقي تحت الارض راه باقي الناس راه تيتعاونوا تيقلبوا عليهم. وحنا في هذه البلاصه هذه منعزلين شويه. وبالنسبه للوكاليزاسيون اللي بيجي عندنا من اهل الخير وسميتو، راه الطريق باينه، ولا يتواصلوا معنا نعطيوكم النيميرو ديال دوار سميتو مولاي ابراهيم. مولاي ابراهيم في منطقه تيغريس. إغريس. مولاي ابراهيم منطقه تيغريس. والناس هنايا راه لا اله الا الله وصافي، راه مكرفسين الديور كامل، وما كايناش شي دار دروكا، ما كايناش شي دار مقاده، الديور كامل راه مردومين. وبالنسبه للناس المتضررين، واش عندكم شي ليست مقيدين داك الشيء؟ عارفين الناس اللي كلشي متضرر؟ الحمد لله. ولكن انتم عارفين عندكم اسماء داك الشيء عندكم؟ اليوم الحمد لله فقنا، درنا واحد سميتو اجتماع، درنا واحد لجنه خرجناها لحد الان، باقي خارجين كيقيدوا الليست، كيدخلوا كيمشيو عند الناس. شحال نتوما كيقيدوا تيعينوا، شحال نتوما كيقيدوا، شحال باقي ما رجعوش لحد الان، حيت لقينا مشكل في الناس ما مفاهميش. الناس كنعطيوهم السلعه، كنعطيوهم الفطور، كنعطيوهم الغداء، وحنا مقتصدين، حيت هذا الشيء راه ديال 4 شهور وكثر. باش كلشي وفي نفس الوقت بقى لنا المواد الغذائيه اللي غادي نعاونوا بها من هنا لقدام. وبالنسبه للناس هنايا الحمد لله متعاونين بعضياتهم ومتضامنين، اللهم لك الحمد. واحد النقطه اخرى اللي كنعانيوا منها هي البرد القاريس، كي عرفتي هذا بالليل كاين البرد. بالليل البرد راه فقنا، رمانت كاملهم فاسقين على حساب الحالات اللي مشاو اليوم للسبيطار. خطير بسبب البرد. يعني كارثه لو وقع شي شتاء، ولا وقعت راه كارثه. ان شاء الله يجيب طويل الخير. غناخذ التصريح ديال الاستاذ وغتوريني داك الشيء، يعني نشوفوا بالتفصيل، ونوريك البلاصه ديال الستوك، ونوريك البلايص اللي طايحين عليهم. صافي غنشوفوا ان شاء الله. الاسم ديالك والصفه. السلام عليكم، الحسين الجزار، امين، يعني عضو في جمعيه الانطلاقه، امين المال. حنا دابا الحمد لله راه كتشوفوا كلشي، راه هادشي راه قدر ديال الله تعالى، ما عندنا الهروب لحتى شي بلاصه. حنا راه من نهار وقع الزلزال راه حنا بايتين في الزنقه، راه حوايجنا تشدوا فسميتو في المباني، فلوسنا بقاو تمايا، كلشي بقى تما، الوراق كلشي. انا دابا عندي الدريه عندها شهرين، خاصني باش نبدل ليها، وباقي حوايج باش خرجت هما اللي كاينين، ما عندي باش نبدل ليها. وكتشوفوا راه معاناه. يعني اسمح لي غنقطعك، انتوما كتعيشوا اصلا المعاناه وخرجتوا باش تعاونوا الناس. اي واش غادي دير؟ راه هذا راه هذا يعني تبارك الله عليكم، يعني الانسان كيعاني. انا راه مضر، يا زوره طاحت عليا على رجليا، يعني الانسان كيعاني. ولكن راه الا وقفنا حنا راه غتكون مزاله هنايا، الناس راه ما يلقاو ما ياكلوا. حنا صابرين على الدراري الصغار، وصابرين على العيالات، عندنا العيالات حوامل كاينين بزاف هنايا، وعندنا الدراري الصغار باقي صغار، وعندنا بزاف ديال الحالات حنا ما يمكنش لينا نوقفوا. الا وقفنا راه غادي تكون واحد المزاله، وكنتمناو من الناس حتى هما يتعاونوا معنا. انا عندي 4 الافراد دروك ديال الدراري صغار، امهم 4 الدراري صغار، امهم كلهم صغار، وكلشي دابا ما عندي باش نبدل ليهم، وما عنديش باش نغطيهم، يعني الاغطيه كلها تمايا. الناس اللي جابوا لنا الاغطيه الله يجازيهم بخير، راه ما كافياش، راه فرصاد، راه ماشي واخا. باش نحاولوا نشرحوا للمحسنين اللي بغاو يساهموا، شنو هما الحوايج اللي كتشوفوا نتوما مهمين خصهم يجيو؟ الله يجازيكم بخير. دابا النقطه الاولى خاصنا القياطن، راه الناس راه كيباتوا، راه الناس كيباتوا تحت العراء، يعني منهم السماء كاين البرد، كاين البرد بالليل، و 4 الصباح راه كتولي ديك المنطقه ولا ذاك الفرصاد باش مغطي كيولي فازق، حيدا صبط عليك الشتاء. الله يجازيكم بخير، اللي بيجيب لينا حنايا
الا لقى يجيب لينا سميتو حسن لينا من الماء ويجيب لينا المانط هذا فرصه يعني مشكل البرد اكثر من مشكل الجوع راه الدري صغير راه خاصك تغطيه راه 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 الدري صغير باش تغطيه مانطه واحده ولا بفرصه واحد راه ما واخا باش ما نكثروش غتعطيني غير الرقم ديال الجمعيه الرقم اللي يكون يكون مشعول ديما باش المحسنين اللي تواصلوا يلقاو التليفون. حنا كنقولوا للمحسنين راه كان راه حنا الموقع ديالنا في مولاي ابراهيم اغريس أه. يعني فوق ديال فوق ديال مولاي ابراهيم وهي البؤره ديال سميتو ديال الزنزال يعني راه كلشي هابط. الناس كرفسوا هنا بزاف. كلشي هابط الناس راه ما باقيش دخلوا للديور من ديك النهارات يعني كلشي مشى. كاينين الناس اللي مشاو ليهم اولادهم وكاين واسني اللي ما مشاتش ليه كاع حتى شي حاجه راه مشات ليه الدار مشات ليه الدار بقى دابا في الزنقه بقى في الزنقه صحيح ودروك غادي نعطيكم من النمره يعني انا غنعطيكم النمره ديالي كامين المال يعني بحال تاع عودو يعني 06 06 72 72 64 24 12 وغنعطيكم يعني النمره ديال لا اسمح لي غتعاود النمره ديالك هي الاولى يعني 06 72 64 28 12 الله يجازيكم بخير اللي بغى يتعاون معنا راه حنا راه محتاجين راه ماشي ما الكذوب ما كانش ولا شي افتخار ولا شي حاجه حنا راه كنطلبوا دابا ما كنطلبوا لان ما عرفناش شحال غادي يضرب هذا الشيء وراه فاصل الشتاء راه على الابواب راه الا جاب حتى تكون الشتاء وما كاينين لا كياط لا والو راه مشينا لا حنا واحد الاشاره مهمه كنتي قلتيها انه هذا الشيء راه ماشي غير اليوم وغدا ولا ثلاث ايام ولا اربع ايام راه ما عرفناش الله يجازيكم بخير يقدر يكون شهر يقدر شهرين كنناشدوا السلطات المحليه يعني غير باش المساعدات ما يتحبسوش خص الناس نساعدوا الناس كنناشدوا السلطات المحليه والاقليميه اللي عثى عليهم صاحب الجلال الله الله ينصرو عطاهم التعليمات ومازال ما وصلناش لكياط وحنا 400 ديال سميتو ديال البشر هنا 400 ولا 500 500 ولا كاينه شي شتا اش من كارثه اللي غادي تكون اش من كارثه كي غادي يعيشوا هاد الدراري الصغار عندنا الدراري ديال شهرين وثلاث شهور وعندنا الدراري ديال عام وعندنا ديال 10 سنين حديت ولا حرج ويعطيونا قياتنا فاش نحطوا السلعه السلعه راه ما مناش في هاد البلاصه باش حطيناها كاين تجار مآسي اللي يقدروا يدخلوا عندكم هنا راه الله يحفظ كاين الناس اللي كيستغلوا هاد المعاناه راه الله يحفظ كاين راه الله يحفظ الا كان شي كارثه اخرى شي زلزال ولا شي حاجه راه حتى المؤونه غادي تمشي وغادي توقع واحد المهزله الله يستر كنتمنى ان شاء الله كنناشدوا السلطه الله سبحانه وتعالى يكون غير الخير غير الخير ان شاء الله الاقليميه راه عطاكم سيدنا تعليمات واجيو طلعوا علينا حتى واحد ما طلع علينا راه ما نبداوش نغطيو الشمس بالغربه لا حتى حد ما جا عندنا يساندنا شنو هو تساندنا هو تجيب لنا هذا الشيء اللي خاصنا راه ماشي تساندنا بالفم ولا تجي تبدا تقول لي راه غدا ولا بعد غدا غنجيب لك احنا محتاجين دابا خصك تكون مساعده دابا والمحسنين الله يجازيكم بخير والمحسنين واللي باغي يجيب شي حاجه للناس اللي متضرين ما باقيش توقفوا في الطرقان راه جاوا الناس من دواوير اخرى وكيشدوا المعاناه كيشدوا هذاك الشيء في الطرقان كيشدوه في الطرقان وهما ما متضرينش راه جاوا دخلوا الناس من دواوير اخرين هذه راه رساله للمحسنين والمحسنين الا بغيتي تعطي شي حاجه جي عند رئيس الجمعيه او لا المجتمع المدني وشوف المعاناه ديال الناس عطيهم